كلمة بس للطبيبات الجمال اللي متخرجين النهاردة، انت بيتك ثم بيتك أولادك وبعدين مهنتك. أنا اوعي حد يقولك مهنتك قبل ولادك، اوعي. حضرتك لو قعدتي في البيت في مليون طبيب بره هيعالج، لكن لو سبتي ولادك مالهمش غير أم واحدة، هو أنت. أنا في بداية حياتي سبت كلينيكال وزوجي ما قاليش سيبي، لأن لقيت إن أنا ولادي متبهدلين ولقيت إن بيحصل لهم مشاكل بسببي، فاخترت برانش ما باتش فيه بره البيت. فما تيجي تختاري التخصص حاولي اختاري التخصص اللي يناسبك أو يناسب وضع بيتك، وحطي في مخك برضو بيتك الأول. أنا مش هطول عليكم، ألف مليون مبروك.